بس هو عايش. شو بي؟ هات كابتن يا. قديش جنريت؟ ما 350 عام. عمناو نهبط السوانيني نظرة الجلبانة ونظرة الفول نظرة الحبت حلاوة البيضة والحبت حلاوة الكحلة نظرة العدس نظرة الحمص نظرة أي حاجة الخضروات كل الخضروات الورقية الخس المعدنوس السلق السبنيخ كل نظرة هذا الكل الفلاحة قمح وشعير فلاحة ناخذ ونبيعه وناكلوا نحن نولوا نرحوا ناكلوا نولوا ناكلوا في القمح ما عادش ناخذوا السميد نولوا ناخذوا في القمح حتى السميد هو شبع فينا ولينا نشرو فيه والله أعلم عم جاي شنو كانوا عندي فوق 60 نعجة فهمتي تو خليت 10 نعجات وخليت على ليش العيد كهو خاطر ما عنديش منين نوكل كانوا ياكلوا في الحصيدة وكانوا ياكلوا في الأرض متاعنا اللي ناتجينها نحن وكانت الارض تجيب لنا خيرات ناكلوا احنا والهوش اليوم اصبح حرث اصبح تراب ما في شيء الهيشه تهز النبته ميته تهز معها التراب ما هذيك مش تمرث خاطر ما عندناش نحن باش نوفروا لها قوتها كي نبيعتهاش ما بعتهمش بالساهر راه تصوري انت ولادك وفرطتي فيهم تخزرين وفرطتي فيهم هذا عباره على كبادك ريتي عباره على كبادي يضاعكمني هذا كله كنا ناخذ فيه نحن ما من كديدين ولا
ريتي اللي بس هذايا نشوفوا فيه على الارض في نص ماء يبدا القرد يتبدل لونه والنعمه تتبدل لونها. القرد نبدو نحصدوا فيه نبدو نحصدوه اخضر هكا دوب ليش الوقت هذاك وقت قرد كاني داخلين على بوابه حصيده باش نمشوا نحصدوا وهو في مارس. تتصوري انت سبعة شهور نحن النوم ما نعرفوهيش لا ثم بو فماش طول الهوج ما عندوش ما ياكل شد الدقر كملوا النعمه هذيك اللي تشوفي فيها ويشد الدقر ياكل التبن والعلف التبن شرو فيه. باش مش تعاودي شنو اللي عندك باش تعاودي بيه؟ ما عندك حتى شيء القروضات متراكمة عليك مش تاخذي قرض اخر ما يوافقولكش ما نجمش يوافقولك خاطر انت مديانه في القرض وانت ما عندكش من تخلصي ما عندكش حتى مستقبل. اجيني مش اجيني اون برانسيب ثلاثة بقرات يعرفوا تو وصلت نعلف في بقرة الصالة اون برانسيب هذاك تو مازال 20 يوم وهذيك أقل من شهر اون برانسيب ذراعاتهم تو على الأقل مصلي على النبي هاكا تشوف ذراع كيفاش يجيبك علف هالمدعم هذا ولينا نسمعوا به اسمع في البيروات وفي البلاطوات هاو عنا مدعم هو هبط بط وهاو جاي الجمعة الجاية ونسمعوا فيه في الإعلام هاكا هو قلت مغشوش العلف شنو يجي يعمل النجاره في العلف ويلوج الخبز البيت فهمت وكذا وينحي ويبعثوا لي بوشونات يقول لي يا علف ما نعرفش انا 30 سنه في الميدان هذا انا كي نعمل عمليه حسابيه 50 كيلو في 3 بقرات قديش كل واحد 15 كيلو وشويه 15 كيلو كي نقسمها انا كل بقرة على 30 نهار ثم بقرة تاك 300 غرام يجيني شوفي مثال هاي نعطيك مثال شنو تاكل هذه تاع
تاكل في التراب. قاعده تبوس في القاع تاكل في التراب. ماشي لا تاكل في التراب. خاطر ما عندهاش ما تاكل. تاكل في التراب. ما عندهاش ما تاكل. منيش؟ جفاف. فعلا. منيش منين مش نعيش هنا؟ في الريف شنو اللي عندنا؟ عندنا البقره والناجه والدجاج. هذوما اللي تم. الدجاجه بالشعير. البقره بالعلف. الناجه بالشعير وبالعلف. هسنا ما فهمتش. فهمت. والا بالحشيش، كنا على الاقل 6 أشهر نستغنوا على العلف شوي. من نعم. فهمت. عنا. نستغنوا عليها شوي حشيش، شوي اللي يزرع شوي حشيش كذا. هي السنة ما فماش. فماش. شنو مش نعمل؟ وين نخمم على روحي غدوة شو مش ناكل؟ الأخرى أعطيها وحدها. خمس امشي. متكلمين إن شاء الله. هذه قديش هذه تاع البقرة الحمراء. تاع البقرة الحمراء. أوه. كنا نبيع معناها نبيعوا فيه ب 11140 ولا ب 13140 شنو؟ ليتر قعدت كيكه 13140 ونحن تو متكلف علينا ليتر. انا اعمل لك عمليه حسابيه وتسويت. تكلف علينا ليتر ب 18100 بين 17100 و 18100. معناتها قاعد تبيع بالخساره. قاعد نبيع بالخساره. فهمت توا؟ هاني قلت لك انا نعطي في وقت واحد علف، كنا نعطي وقتين بحرت. فهمت؟ ال 100 كيلو 160 دينار. انا نعطي فيها في 5 كيلو تو مثال. 5 كيلو و نقولوا 2 كيلو ولا كيلو ونص سداري. ال 5 كيلو في 1600 قديش؟ وزيد نحي جد العامله، نحي تبن. نحي قرط وطبيب خاطر يدخل فيها الطبيب. فهمت؟ دور 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 دور. باش نربطها يلزمها هكا تقول لها دور دور حتى انا ما نجمش نعمل كيف هذي. وجميع باش واحده تشد بلاصه الاخرى. جامي هذيك تدخل طول شد غد. هذه خاطر اخر مرحله ما تعملتيش برودكسيون برشا، مش ديجا مازال الجمعه وتغرز باش تحضر للولاده.